سيد أشرف، الآن عندما نتحدث عن هذه الضربة التي سرب الإعلام الأمريكي جزءا كبيرا من السيناريوهات المتوقعة، واعتذرت الولايات المتحدة لإسرائيل أن هذه المعلومات قد سربت، يقول الآن دكتور أشرف سينجر بأن الضربة ستكون كوميدية، كما أن الضربة الإيرانية لم تكن بالضربة المؤثرة يعني حقيقة. فهل هذا يدلل على أن الصراع سيبقى على ضمن محدودية ضبط الصراع، يعني سيبقى عملية الرد ورد المقابل مضبوطة، أم أن هنالك تصعيد أكبر، خصوصا أن التصريحات الإيرانية الأخيرة بما يخص لبنان كأنها لبنان يعني ضاحية أو قضاء تابع لإيران، وهذا ما نبذه حتى رئيس الوزراء اللبناني. خليني في سؤال الإجابة على سؤال حضرتك أتطلق بالشق الأول فيما يتعلق بالضربة الإسرائيلية الإيرانية قبل الذهاب إلى التدخل الإيراني أو على الأقل الوصاية الإيرانية على لبنان. فيما يتعلق بالسؤال الأول أو الطرح الأول، أعتقد أن بالفعل لن تكون هناك كما قال الدكتور أشرف أي نوع من السجال والحرب الدروس بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني. هناك بالفعل خطة ممنهجة لدى الجانب الإسرائيلي حفظ ما الواجب الرد على إيران ردا على العملية التي حدثت في الأسبوعين الماضيين، لأن يعني يكون هناك للبرنامج النووي وللمنشآت النفطية، لأن هناك تعزيلات أمريكية وتعزيلات غربية في هذا الشأن، بالإضافة لأن كثير من دول الإقليم الفاعلة والرائدة أي ما يعرف بمحور الاعتدال العربي وأصحاب المصالح الجوهرية في الإقليم يرفضون أي نوع من التجاوزات الإسرائيلية فيما يتعلق بتغيير أسعار النفط وأيضا ما يتعلق بإشعال المنطقة، وهذا الأمر يبلغ الولايات المتحدة الأمريكية عبر الأطراف العربية الرئيسية في الإقليم. وبكل تأكيد هذا الأمر أدى أن يكون هناك تدخل أمريكي خلال الأيام الماضية، حتى أن السيد بايدن كان في زيارته لألمانيا واجتماعه مع شركائه من الاتحاد الأوروبي أو في الناتو كرئيس وزراء بريطانيا كرئيس الفرنسي وأيضا المستشار الألماني، أكد أنه يعلم تماما موعد وأهداف الضربة وأنه الوحيد الذي يعلم كثير من التفاصيل حول هذه العملية، وبالتالي هناك بفعل تراجع وتنازلات إسرائيلية عن استهداف منشآت كبرى في إيران، وسيكتفي بعدد من المنشآت العسكرية وربما أيضا بعض مصانع المسيرات ومراكز تنصيب الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل في الأسبوعين الماضيين، لأن هناك ضربة كبرى، لأن هذا الأمر سيستلزم من إيران أن تغير مفاعيل القوة باتجاه قصف أهداف عسكرية ومدنية في إسرائيل، وهذا ما لا تتمناه ولا ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية قبل الذهاب للانتخابات الأمريكية، حتى ليؤثر على نتائج الناخب الأمريكي وأيضا يغير معضلة الحزب الديمقراطي وفرص السيدة كاميلا هاريس فيما يتعلق بالفوز على السيد ترامب، وبالتالي سيكون هناك ضبط الأوضاع ومنضبطة بشكل كبير بحضور أمريكا وغطاء أمريكا طيلة الفترة القادمة إلى ما بعد أن يكون هناك انتخابات أمريكية، وبعد الانتخابات الأمريكية سيكون كل حارس حريص. في نفس الوقت أيضا إسرائيل ليست في غيها أو في كثير من فصولها الدامية باتجاه التصعيد في إيران، أنها تعلم أن إيران تمتلك مجموعة من الصواريخ الباليستية وربما يكون لديها برنامج نووي وبرنامج بيولوجي سيؤدي لاستهداف مواقع كثيرة، كما حدث ضربة مؤلمة وموجعة لإسرائيل، وبالتالي ستضبط الأوضاع عند حد معين من الرد والرد المضاد. فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال الخاص بالوصاية الإيرانية وتصريحات السيد كليباف ورئيس مجلس الشورى الإيراني لصحيفة الانفجارو يوم الجمعة الماضية بأن إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701، كان هذا مأخذ وعيب كبير وقع وسقط وقعت فيها إيران. ثم أيضا عاد السيد كليباف في كلمة مسجلة في البرلمان الإيراني أمس الأحد وقال أن الخامنئي والحرس الثوري والجيش الإيراني يشكل الركيزة الأساسية للشعب اللبناني. كان هذا الأمر بكل تأكيد أعتقد سقطة كبرى وقعت فيها أيضا إيران والسيد كليباف، لأنه يعني أن هناك تدخل إيراني فيما يتعلق بكيانة وصناعة القرار في إيران، وهذا الأمر وجه بكثير من الغضب والاحتقان في العالم العربي، حتى الجامعة العربية لديها مواقف وبيانات شديدة الأهمية، ومن أجل هذا الغرض سيذهب الأمين العام للجامعة العربية اليوم إلى بيروت للبحث فيما يتعلق بتوفير سياج الحماية العربية تلك لقرارات مجلس الوزراء الخارجية العرب والقمم العربية بأن لبنان حر سيد وقرار مستقل نابع من سيرة لبنان، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أي نوع من التدخلات الخارجية وخاصة الإيرانية باتجاه العبث بالملف السياسي الإيراني
خاصة أن إيران لديها كثير من المآخذ على تعاطيها مع تفاصيل المشهد في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، وكانت سبب رئيسيا في تفجير كثير من هذا الصراع. وأعتقد إسرائيل لجأت إلى العنف بكثرة ردا على باعتبار أن حماس وحزب الله هم أزرع إيران في الإقليم، وكان الخاسر الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. هناك بالفعل كثير من المآخذ على التصريحات الإيرانية الأخيرة للسيد كاليباف، وأعتقد أن هناك بالفعل درجة كبيرة من التصحيح من قبل السيد نجيب ميقاتي نعم برفض مثل هذه الممارسات. واعتقد ان هذا الامر سيندرج في امكانيه ان يكون هناك تغيير المعادله السياسيه والان فصاعدا بانتخاب رئيس جمهوريه حتى يقطع كثير من الطريق وهذا عن ما يمكن السيناريو ان الاقتصادي نناقشه الاسرائيلي. بعد مجموعه من الاخبار. ضيوفي الضيفيه الكريمين